المهن نفسها مش بس الإعلام، كل المهن حصل فيها تطورات كبيرة جدا في العالم، حتى إنه في السنوات الخمسة القادمة هيحصل اندثار لمهن وظهور لمهن جديدة. يعني مثلا من 10 سنين ما كناش نتخيل حجم محلات صيانة أجهزة التليفونات والكمبيوتر، فشوفوا بقت مجال عمل كبير جدا بيستوعب عدد كبير جدا من الشباب حتى من غير ذوي التخصصات. لكن بعد شوية بتظهر تخصصات علمية تخدم سوق العمل. الإعلام ظهرت فيه الحكاية دي بشكل كبير جدا، حتى إنه في ناس استسهلت الكسب عبر منصات التواصل الاجتماعي. هي الحكاية مش سهلة على فكرة خالص، هي بتتطلب جهد كبير جدا في إطار القيم المهنية، يعني هي بتتطلب انهيار تام للقيم علشان تحقق ترند بالغرابة. ما هي نفس القصة اللي حصلت مع نظريات الإعلام التقليدي. مش كان في المقولة الشهيرة ليس الخبر أن يعض الكلب إنسانا ولكن الخبر أن يعض الإنسان الكلب، بنفس المفهوم ده. والحقيقة أن دي مقولة لا تناسب مجتمعاتنا حتى في المجتمعات اللي ظهرت فيها. هي ظهرت طبعا في المجتمعات الغربية لأنه كان الهدف التجاري والربحي عشان محققين التنمية اللي كانوا محتاجينها، خلصوا شغلهم فبيتسلوا، الرفاهية عندهم زادت، مساحات الرفاهية زادت، مساحات البحث عن إثارة علشان الحياة تبقى ألطف، عشان نتسلى في الحياة، علشان نحقق مبيعات، عشان أهداف التجارية تزيد، لأنها مجتمعات غربية رأسمالية قايمة على فكرة البزنس والإعلام بزنس. حتى إحنا ما كناش متخيلين في الأول إنه ممكن يكون بزنس قوي كده. لا، ده من أكبر الصناعات اللي كمان ممكن يقوم عليها ويقوم جنبها صناعات كتير. من رجال الأعمال في العالم كله شايفين ان الاعلام هو الصناعة السحرية يعني لتحقيق مزيد من المكاسب في مجالات اخرى، وهو كذلك. يعني في مجتمعاتنا محتاجين تنمية، وبالتالي محتاجين القيم الاعلامية الاصيلة تسود حتى عند هواة الاعلام. طب هل هيترك الامر للرغبات الشخصية؟ لا، مش هيترك كتير بالتأكيد، ده توقعات يعني، لا يمكن يترك كتير للمعايير الذاتية. لكن بعد شوية، وأعتقد أن الفترة لن تطول، لأن 2021 اللي بدأناها استقرار مفاهيم كتير من المتغيرات. احنا 2020 اتأكدنا أن التغيير حقيقة، في حين ان التغيير التقني ده بدأ من بداية الالفينات، ويمكن من قبل. التقنية تطورت تطور كبير جدا من قبل الالفينات، لكن حجم التغيير اللي حصل من 2000 مثلا ل 2020، شوفوا 20 سنة، حجم التغيير في سنة 2020 والتأكد من التغيير في سنة علينا كان أكبر مما نتخيل. في 2021 إحنا خلاص اتأكدنا إن الدنيا اتغيرت. في 2021 التغيير ما بيثبتش، لكن ثبات مفهوم التغيير. مفيش ثبات للتغيير، التغيير تغيير، يعني كل يوم الدنيا فيها جديد، لكن ثبات قيمة التغيير. إحنا مصدقين إن التغيير يحدث. طب مطلوب إيه؟ قدر كبير جدا من المرونة والتقبل، قدر كبير جدا من الحفاظ على القيم الحاكمة، قدر كبير جدا من وضع معايير جديدة وسرعة الإنجاز والأداء، لأنه لازم يكون معدل أدائنا يساوي معدلات التغيير ويحاول يسبقها كمان. لأنه هنا بقى ميزة إن أنا أتوقع القادم، ما استناش لما يهجم عليا.
عشان كده استعدادنا طول الوقت مش بس في مجال الإعلام ولا مهارات الاتصال، لا ده في كل المهن. حدث حدث، مش حدث ولا حرج، لا حدث نفسك، كن مطورا ومطورا ومتطورا. قد كده المسألة محتاجاني يعني أعمل حاجات كتير جدا جدا.